خصنا نتحدثوا على الفيمينيزم في واحد المجتمع اللي ما كتسودش فيه القيم ديال العداله الاجتماعيه. العداله الاجتماعيه لا تحقق لنا المساواه الفعليه ما بين النوع الاجتماعي يعني الرجل والمراه. هنا الفيمينيزم كيف ما تنعرفوا هو واحد التيار اللي ظهر في واحد السياقه تاريخيه في اوروبا. يمكن اننا حنا باقي ما وصلناش لديك الحقبه اللي ان غيكون عندنا واحد التيار ديال الفيمينيزم حقيقي. بالنسبه للموضوع ديال المساواه ما بين المراه والرجل في النظر ديالي ان كاينين شي مسائل من حقها ان نتساوى معاه، وكاينين شي مواقف او لا مسائل ما تتبقى حكرا على الرجل، كتبقى المساله ديال شي خصوصيات ولا شي مجالات كتقتصر على الرجل بوحديته. وبالنسبه للمراه الحمد لله والشكر لله في هذه الاونه الاخيره اكتسبت واحد المكانه كبيره، ولات كتنافس الرجل في بزاف ديال الميادين، منها كاينين شي ميادين اللي كانت شحال هذه مقتصره على الرجل، الان الحمد لله دخلت المراه فيه. مساله ان المراه تطالب بالحق ديالها هي شيء عادي، لان المراه دابا ولات توازي الرجل بزاف الاشياء كثيره، مثلا في المستقبل في اشياء كثيره. هذا الشيء علاش ان المراه من حقها تطالب بالحق ديالها. فهاد الفكره ديال المسائل ديال التحرش مثلا اللي ولات مؤخرا فكره ممتازه، عندها ابعاد بزاف، عندها ابعاد ديال السلم ديال اشياء اخرى غير هاد الاشياء هذه. بالنسبه للمراه راه فيها الام ديالي، فيها الاخت، فيها الزوجه، فيها الابناء، الابناء الى اخره. انا معاها حيت كنا شويه منسيين، ولكن دابا تنطالبوا بالحقوق ديالنا. بغينا حتى حنا نكونوا متساويين مع الرجال، لا في الارث كي قلنا، ولكن في حدود المعقول، في حدود الشرع. وبغينا حتى في المناصب، فهمتي؟ سورتو دوك مثلا ملي كطلعي تبغي تكوني مديره في شي بلاصه ولا مسير شركه، ما يقولوش هذيك مراه ما قاداش ولا عندها الاولاد غتبقى تغيب ولا هادي ولا هادي، بحالنا بحال الرجال. كاين زعما نسويات اللي كيهتموا بهذا المجال، ولكن ما كاينش واحد ما واحد التنظيم نسوي اللي قوي كيشكل واحد القاعده جماهيريه كبيره بالنسبه لي لي في جينيرال. هما انا بالنسبه لي الحاجه الوحيده اللي ما متفقاش معاها هي فاش المراه كتدافع على الحقوق انها هي متساويه مع الرجل. ما يمكنش نكونوا حنايا عيالات متساويين مع الرجل، واصلا حتى الا جيتي تشوفي القوه البدنيه حنايا مختلفين، حنا ضعفاء على الرجال. بلوس الرجال عندهم واحد الحقوق اكثر منا، يعني واجبات ديالهم الحقوق ديالهم، كاينين شي حوايج هما كيديروهم حنايا ما يمكنناش نديروهم. مزيان المساواه بحال هاد المسائل ديال اراضي الجمع اللي ولاو كيعطيوهم التعويضات ديالهم النساء يستافدوا منه. هذه مساله داخله في نطاق في الارث مثلا، كاين شي حوايج اللي ممكن المراه تستافد منه، وكاين شي حوايج اللي لا. كنظن انه مزيان المراه تزيد تحارب وتدافع على نفسها وتثبت وجودها بجانب الرجل. الوغ هاد الظاهره ولات موضه، لان ليطا فيمينان ديالنا ولا كيتقارن مع الدول الاوروبيه. ولكن انا ما متفقش بهذه الظاهره اللي سمعت انا مؤخرا ديال تونس انهم هضروا على قضيه المساواه في الارث. انا ما متفقش مع هذه القضيه، لان حنايا ما غاديش نحرفوا القران ونحرفوا شي حوايج اللي عندنا في الدين اللي خاصنا ديجا نتبعوه كدول اسلاميه باش نساوي في الارث ولا شي حوايج بحال هكا. عندهم الحق يطالبوا انهم ما يبقاش التحرش، ما يبقاش بزاف ديال الفساد عندنا هنا في المغرب. المراه دائما قاده، المراه ملي كديريها في شي منصب تتوصل داك الشيء اللي بغات وكتسير مزيان، مادام هي كتسير الاسره وهي اللي ردات داك الراجل مدير ولا رئيس ولا وزير ولا دونك سو كي فيه، هي عندها الحق حتى هي تولج هاد المناصب العليا. كنهضر على المناصب العليا، فهمتي؟ ويكون عندها الحظ ديالها بحالو بحال ديال الراجل، ما يكونش فرق بيناتهم كاع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.